للحديث عن مبادرة التيار الصدري وسط استمرار الصراع السياسي وإمكانية حسمه من قبل مجلس القضاء، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. مبادرة التيار الصدري تفيد بعدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات منذ عام 2003 بالانتخابات المبكرة، ولكن هل من الممكن أن تقبل الأحزاب بهذا المقترح، وبالتالي من الممكن أن تضحي بوجودها السياسي داخل العراق؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. نعم، بالنسبة للمبادرة، هذه المبادرة ربما جاءت بعد يعني انسداد، هي انسداد يعني منذ البداية انسداد تام في العملية السياسية، ولكن نسميها مرة أخرى بالانسداد التام المكعب إذا صح التعبير. فمبادرة السيد الصدر في هذه اللحظات أو في هذه الأيام قبيل ذهاب إلى المحكمة الاتحادية بالنظر بالدعوة المقامة أمامها من قبل تيار الصدري بخصوص حل البرلمان، لربما أتت يعني عامل ضغط إضافي فضلا عن العامل المظاهرات واعتصامات التي قام بها تيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى. ونستدل كذلك بكلام سيد الكاظمي اليوم عندما قال أن الأوضاع في العراق بات لا تتحمل، يعني قال أنه لا يضمن أن تجري أمور لا يحمد عقباها من انفلات يعني الأمني في العراق في أي لحظة من اللحظات إذا لم تعالج الأمر انسداد السياسي، وإذا لم يدعن أطراف السياسية الأمنية إلى الحوار الوطني الجامع الشامع لكل هذه الأطراف سوف تكون هناك مشاكل لا يمكن السيطرة عليها. ثم أتت تغريدة سيد الصدر اليوم يعني بهذه الحيثيات جدا صعبة، يعني أصعب من حل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية. إذا يعني تمعنا في يعني في حيثيات التغريدة من حيث عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية القابضة على السلطة والمفاصل الدولة العراقية، من يستطيع، من جهة الضامنة المخولة يستطيع منع كل هذه الأحزاب بجميع أذرعها السياسية وأمنية من عدم مشاركة في الانتخابات؟ على ذكر الجهة الضامنة، كرسي برلماني واحد. نعم، فكيف نعم في هذا الإطار أستاذ كاظم، يعني تعتقد أن موضوع نقل المعركة السياسية إلى مجلس القضاء يمكن أن يحل الأزمة؟ بمعنى آخر، هل يتمتع القضاء في العراق بهذا التأثير المباشر بالنسبة لأطراف الصراع؟ طبعا بالنسبة لمحكمة الاتحادية، هي اختصاصها بالأساس لو نظرنا إلى مادة 93 من الدستور العراقي فيها ثمانية فقرات لاختصاصات المحكمة الاتحادية، يعني تقريبا كلها أو جلها يعني في مجال السياسي، في النزاعات السياسية والإدارية ما بين السلطات. فإذا المحكمة الاتحادية اختصاصها فيها يعني فرق ما بين اختصاصات مجلس قضاء الأعلى، ربما الاعتماد على حرفية النصوص الواردة في القوانين والدستور العراقي. فلو عدنا أشهر إلى الوراء ورأينا أن المحكمة الاتحادية قد قام بإثبات وفق القواعد الدستورية والمقاصد الدستورية من حيث إعطاء للبرلمان العراقي فترة وجيزة انتخاب رئيس جمهورية يعني زائد على الفترة الدستورية المنصوص عليها شهر واحد في الدستور العراقي.
ثم خرقت هذه المادة أو هذه الأجهزة وانتهت في 4، يعني الآن قد مر عليها ما يقارب من 6 أشهر وهذه الفترة الوجيزة قد خرقت. أنا أريد أن أقول بأن المحكمة الاتحادية قد تحملت وأصدرت هذه التقرير من إعطاء مهلة إضافية على الدستور العراقي، وهذه السند الدستوري هي كذلك ممكن الاعتماد عليها في حل الفرقان نتيجة قيام مجلس النواب العراقي بمهامه الدستورية من حيث رئيس الجمهورية بمدتها الدستورية. أستاذ كاظم، نعم، المدة الضرورية التي اجتهدت فيها المحكمة الاتحادية. إذا السير في العملية السياسية وإلى مواد الدستور العراقية على سكة الدستور العراقي الآن على عاتق المحكمة الاتحادية، حيث أن الكتل السياسية عاجزة عن العودة إلى الدستور العراقي، وهم يعني متهمون بخرق مواد الدستور كثيرة لهذا الصدد. إذا المحكمة الاتحادية لديها يعني بوجهة نظري صلاحية باستنباط يعني مسائل تخص حل البرلمان. نعم أستاذ وفق كاظم. مبادئ ومقاصد الدستورية. أستاذ كاظم، إذا ما تحدثنا عن الحلول المطروحة على الطاولة، مثلا نأخذ تصريح لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان حيث يقول إن العراق سيكون بلا موازنة أو رواتب إذا ما استمر الصراع. نحن نتحدث هنا عن الحلول، لكن هل ترى أن رضوخ الإطار التنسيقي لمقترح الانتخابات المبكرة يمكن أن يكون منفذ لهذه الأزمة أستاذ كاظم؟ الحلول كثيرة مطروحة، يعني كل طرف عندما يطرح حلول يعني لديه مصالح سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى العامل الخارجي. نرى أنه عن طريق الأمم المتحدة أحيانا يقدم على طرح مبادرة أو حل إشكالية معينة بحسب يعني مصالح تلك الدول التي لديها سيناريوهات واستراتيجيات في العراق، وأحيانا نراهم يعني يتأخرون خطوات عن هذا الموضوع ويضعون الفاعل السياسي هم من يطرحون بعض السيناريوهات أو الحلول. إذا الحلول كثيرة موجودة، ولكن أي الحلول أقرب يعني للدستور العراقي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مصالح أبناء الشعب العراقي؟ فمثلا هناك حلول عن طريق الشارع وقد يستعملها تيار الصدري وكذلك يستعمله إطار التنسيقي، ولكن فيه مخاطر كبيرة لربما يؤدي إلى يعني حروب أهلية في العراق. إذا نحن في هذا الإطار أستاذ يعني أستاذ كاظم نريد أن نتجه إلى المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية في هذه الفترة لابد أن تكون هي يعني تتحمل المسؤولية، لأن الطريق إليها أسلم وأحفظ لجميع كل هذه المشاكل ممكن الخروج من خلال المحكمة بحل وإن كان وقتي وجزئي، ولكن ممكن إنقاذ البلاد من مرحلة عصيبة. أستاذ كاظم بدقيقة لو تفضلتم، الوقت أدركنا. هناك من يرى أن موضوع تسوية الخلافات بين الأطراف المتصارعة بحسب منظور الواقع والوقائع التي تجري على الأرض من الناحية السلمية هو بعيد المنال، ووصفوه بأنه من الصعب أن تحل المسائل بتسويات سلمية. هل تتوقع أن يتطور الصراع بين الأطراف باستخدام ميليشيات كل طرف؟ بدقيقة لو تفضلتم. كل شيء وارد في العراق، واليوم رئيس الوزراء العراقي الكاظمي
أشار إلى هذا بصريح العبارة إلى سيناريو اقتتال الداخلي، وكذلك في تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر عندما طرح هذه المبادرة، وإن كانت في ظاهر المبادرة طيبة ولكن في باطنها نحن نقرأ فيها لربما ابتعاد، إذا لم تحل هذه المشاكل هو ذاهب إلى الابتعاد عن العملية السياسية ويترك الشارع، وترك الشارع يعني معناه يعني كل طرف وكل جهة وكل ذي سيناريو في باله سوف يقدم بما يريد، فحينها سوف لا ندري كيف يكون الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، لربما تتأزم كثيرا وتذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. إذا العاقل والسيناريو الحكيمة والعاقلة في هذه اللحظات الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية وخروج ب يعني بحل، وإن كان ربما لا ترضي جميع الأطراف نعم ولكن كاظم. تكون في أدنى مقبولية شكراً لدى شكراً الشعب أستاذ. العراقي من حيث تحقيق مطالبه بدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات. عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.